الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام، أحمده تعالى حمدا كثيرا على الدوام، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ورتبته في أعلى شعب الإيمان، به تعلو الكلمة وتعز الأمة وتحمى البيضة وتصان الحرمات ويحمى الضمار ويقهر النساء ويلغم اللدان. بالجهاد يتم إقرار الحق في نصابه، ويرد البغي والظلم والطغيان، ويكافح الشر والكيد والعدوان. الجهاد في سبيل الله هو التجارة المنجية والصفخة الرابعة وبضاعة المبشرة، يهوز أهله المخلصون من المنازل أرفعها، ومن المكانة أعظمها، ومن الدرجات أعلاها، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، لحظيت فريضة الجهاد في هذا الدين بالعناية، فعشرات الآيات الكريمة ومئات الأحاديث الصحيحة والنسرة في الدنيا مما لا يخفى على كل ذي بصيرة، كما جاء الوعيد الشديد على من ركنوا إلى الدنيا واثاقلوا إلى الأرض وعطلوا هذه الفريضة. فقد روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وروى أبو داود وابن قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. من أمة عظيمة بارعة في البطولة والشجاعة والقوة والفداء، شعارها الله أكبر ولا إله إلا الله، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وجهادها عبر القرون كان لإعلاء كلمة الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. نحن من أمة أنزل على رسولها قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأنزل عليه قوله سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأنزل على هذه الأمة قول الحق جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قوة هذه الأمة في الإيمان والدعوة والجهاد لم يشهد التاريخ ولم يشهد الأمم شجاعة كشجاعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام القائل: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلال أددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وما ذاك يا أمة الجهاد والفداء، ويا أتباع نبي الرحمة والهدى والملحمة، إلا لعظم مكانة الجهاد في هذا الدين ومكانة أهله وعلو مكانتهم ومنزلتهم في الدنيا. صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. إن أمة الإسلام أمة البطولات والجهاد والفنية، إننا من أمة ضمت أبغى تاريخها نخبة مميزة من الأبطال المجاهدين. فهذا أبو بكر صديق هذه الأمة يقول يوم الردة: والله لو منعوني إقالة كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. وهذا خالد بن سيف الله المسلول يقول: شبر إلا وفيه طعنة برمح
أو ذربة بسهم وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نعمت أعين الجبناء. إننا من أمة سطر أبطالها أروع النماذج في الجهاد في سبيل وسعد بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو وأبي أبيدة وأسامة بن زيد وتاريق بن زياد وعقبة بن نافع الذي وقف على ضفاف البحر قائلا والله لو أني أعلم أن وراء هذا البحر أناسا لخذته مجاهدا في سبيل. هذه البطولات الرائعة الذي سطرها هؤلاء الرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلنكن رحمكم الله خير خلف لخير سلف. وبالجملة أيها الأثرياء، فأنتم مدعوون إلى المساهمة ومرابحة، وحي على الجهاد يا أمة الإسلام بأموالكم وأنفسكم. فصيحات إخوانكم في فلسطين وكشمير والشيشان ونداءات أشقائكم بملء أفواههم في بقاء شتى من العالم، وقبل ذلك وبعده نداء ربكم جل وعلا لكم بنداء الإيمان للتجارة الرابحة، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أخيرا عدو الله عز وجل، اللهم أقيم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والكفر والفساد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة. ما شاء الله.